بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اشوف الاوامر اللي انا ممكن ارسم بيها في قلب الاوتوكاد، بلاقي الاوامر موجوده في قائمه هوم درو. ممكن مثلا اقول له عايز ارسم لاين، او اجي هنا في القائمه اللي تحت ديت واروح كاتب ال واروح دس انتر. تمام. طيب اجي هنا اقول له ال، وبعد كده احدد انا عايز ارسم في اي نقطه. تمام. ممكن اجي مثلا اول نقطه اقول له ادوس هنا في اي نقطة عادي، وابدا امشي مثلا اي مسافة انا عايزها، وادوس مرة كمان يبقى كده اتكون معايا خط، وارسم خط كمان. تمام. طيب لو انا عايز امشي 90 و180، انا عايز امشي افق ورأسي، بلاقي عندي هنا حاجة اسمها اورث مود، ممكن اشغلها ب F8، بتلاقي الاف مود شغال معاك اهوت افق ورأسي. طيب لو انا عايز امشي مسافة معينة، اكتب 100 واروح داس انتر 100. انت لو انا عايز امشي في الاكس والواي مره في نفس الوقت، يعني عايز امشي مثلا هنا 100 وهنا مثلا 100 او 90 و90، اقول له 100 واعمل القمه الصغيره ديت واقول له ايه 100 كمان اهي. تمام. طيب لو عايز ابدا ارسم مثلا بزاويه معينه، اديله علامه الزاويه اللي هي علامه اكبر من او اصغر من، وادي له الزاويه اللي انا عايز امشي بيها مثلا 30 واروح داس انتر. تمام. وبعد كده ادخله المسافه، هو كده بيقول لي انت ملتزم بالزاويه دي، بس انت عايز تمشي قد ايه؟ اقول له مثلا 300. تمام. دي الاوامر اللي تسهل عليا ان انا ارسم اللاين. طيب خلصت الامر اللاين، ممكن اروح داس رايت كليك واقول له انتر، يبقى انا كده خلصت الامر، او اروح داس سكيب. بس خلي بالنا ان كل خط من دول منفصل عن الباقيين، يعني لو انا عملت سيلكت وجيت احركه هيتحرك ومرجعه للباقي. ده امر لاين. يبقى ممكن اجيب من هنا واقول له لاين واروح حد اول نقطه وابدا ارسم. بول لاين هو هتحس ان هو نفس الامر، بس في فرق ان هو مثلا في شويه اختيارات كتيره. يعني انا دلوقتي رسمت لاين، ممكن ايه في الشريط تحت ده في كل الاوامر اللي بتستخدمها بتلاقي بيديك اختيارات. ممكن اقول له ارك، ادوس حرف الاي اللي هو الحرف اللي مكتوب كابيتال ومكتوب بلون ازرق، الاقي نفسي برسم قوس مش لاين. طيب عايز ارجع لاين تاني، الاقي فيه هنا ايه لاين حرف ال، اكتب لاين ال قوس، فبيديني امكانيه اكتر من التاني. ممكن اقول له انا عايز ارسم من السنتر، عايز ارسم من الانجل، اي حاجه من الحاجات انا عايز ارسم بيها، بيديني حريه الاختيار. طيب ممكن اقول له كلوز، كلوز هيقفل الشكل بتاعي. تمام. اهو كلوز قفل الشكل، ربط بين اخر نقطه واول نقطه. اقول له بي ال اللي هي البول لاين وتس انتر عشان ارسمه تاني بحد اول نقطه وامشي. ممكن اقول له بعد كده انا عايز ايه، انا عايز اغير في الويتس بتاعي، فبيقول انت الويتس بتاعك احنا معمول بصفر، عايز تخليه كام؟ والله مثلا خلوه 6. طيب والاند بتاعي يبقى كام؟ اقول له مثلا خليه 30. فلما اجي ارسم البول لاين ابقى بالشكل دوت، فبيدي سمك للحاجه بحيث انها تطبع. لو انا مثلا عايز ارسم حيطه سميكه او حاجه زي كده. تمام. طيب لما اجي اعمل سيلكت للخط دوت بتلاقي ان هو كله كتله واحده، عكس اللاين. اللاين كان مجرد كل خط مستقل بذاته، هنا كله كتلة واحدة. لما اجي احرك واحد فيهم كله بيتأثر بالحركة بتاعته وكله بيتحرك مع بعض. لو انا جيت انفذ امر من اللي احنا هنشوفهم مع بعض زي امر موف من ده هنا، بقول له انا عايز احرك الشكل دوت اهو، تمام. ده بالنسبة لامر بول لاين، هو من الامر اللي الواحد بيحب يستخدمها كتير لان بتديني خواص اكتر من اللاين. طيب لو انا برضو رجعت للبول لاين دوت وعملت عليه سيلكت وجيت مثلا وقفت هنا، مجرد ان انا بس قربت من النص من النقطه ديت بلاقي اديني اختيارات. ممكن يقول لي ايه ستريتش، يبقى انا هعمل ستريتش للشكل بتاعي. ممكن اجي هنا اقول له ستريتش، اعمل ستريتش للجزء دوت. ممكن اقول له اد فيرتكس، يعني زود لي النقطه كمان اتحكم بها اكتر، فبدل ما كان خط واحد بقت نصتين. اقدر اجي هنا واقول اد فيرتكس واضيف نقطه كمان،
يبقى ليا ان انا اعدل. الكلام ده اظن بدأ من 2004. convert to arc او convert to line، لو انا عندي اللاين ده عايز احوله لارك، فبدل ما امسح وارسم وبتاع لا بقول له convert to arc وابدا ارسم الارك بتاعي. ممكن اجي هنا اقول له ايه convert to line يرجع لاين تاني. الامر دي فعلا بتساعد كتير جدا في اثناء الشغل. تمام، وان شاء الله الحاجات دي هنبدا نطبقها. مثلا لو انا جيت انت اصلا لما تيجي تبص على اي شكل من الاشكال الكبيره ديت هتلاقي ان كلها بتتكون من ايه، لاين سيركل، السيركل اهيت تمام، كتابات. هتلاقي ان انت لو حللتها للعناصر الاساسيه بتاعتها هتلاقي ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص اهي. كل دي دوائر، كل ده مثلا خطوط وقوس، يعني الحاجات دي كلها ممكن ترسم بول لاين عادي ما فيهاش اي مشاكل. تمام، طيب خلاني نروح للسيركل. السيركل بيترسم باكتر من طريقه. ممكن مثلا اقول له سنتر، احدد النوت المركز وبعد كده اديله الريدس بتاعه. يعني هاجي هنا احدد نوت المركز بتاعي. تمام، هاجي اقول له مثلا عايز نص المركز تحت تبقى هنا. طيب عايز المركز بتاعك نص القطر يبقى قد ايه؟ ممكن تحرك كده الريدس بتاعك، ممكن تكتبه تقول له مثلا 3. تمام، اهي لاحظ ان انا ممكن اول ما بقرب في حاجه اسمها اوبجكت سناب. ايه الاوبجكت سناب دوت؟ يعني عايز ارسم مثلا عند النقطه ديت اللي هي اللي تقابل الخط ده والخط ده، هو اوتوماتيك بيعمل لي تجاذب بحيث يخلي الكلام ده في النص. ده اللي مسؤول عنه الاوبجكت سناب اللي هي حته الزرار دوت. تمام، الاوبجكت سناب لو انا دوست عليه الاقي اختيارات كتيره. ممكن تقول له اند بوينت، يعني النقطه اللي هي في الطرف، ميد بوينت النقطه اللي في النص، السنتر، عندي نود لو نقط عاديه، عندي مثلا الانترسكشن التقاطعات، الاكستنشن الامتداد بتاعها، عندي بيرمنديكولار الحاجات اللي العموديه عليها. هنشوف الحاجات دي مع بعض ان شاء الله. بس مبدئيا يعني ان انا لو عايز ارسم النقطه هنا في النص ادوس في الثلاثه عشان افعلها، ومجرد بس ان انا اقرب كده هو بدا يجذب النص الدايره. ممكن ادوس شيفت ورايت كليك واقول له سنتر لو انا عايز اركز على السنتر، وابدا ارسم السنتر بتاعي وارسم دوريه جوه الدايره ونص القطر بتاعهم مشترك. تمام، ممكن اقول له سيركل واختار سنتر ديامتر بدل ريدس ديامتر، يعني بدل ما اديله نص القطر اديله القطر كله. ممكن اقول له تو بوينت، يعني انا عايز ارسم دوريه اديها النقطه دي والنقطه دي، اديت النقطه دي والنقطه دي وهو بدا يرسم لي دوريه تلمس النقطتين دول. ممكن اقول له سيركل ثلاث نقط، يبقى هديله ثلاث نقط. تمام، خلينا مثلا نقول ثلاث نقط اللي هي ده وده وده، واحد اثنين ثلاثة، بدأ يرسم لي دورية تمر بالثلاث نقط دول. تمام، وبعد كده ممكن ترسم حاجة بتمس دايرتين تان تان وبعد كده ريديس، يعني خلينا مثلا نقول انها تلمس الدورية دي والدورية دي، وبعد كده هديله الريديس بتاعي مثلا اثنين مش عارف اهي. فان شاء الله الامر كلها سهله وبسيطه. تمام، وكلها واضحه يعني ما فيهاش اي معضله خالص. هو الاوتوكاد كاد كمبيوتر ايد ديزاينر او ايد درافتس مان، يعني بيساعدك في ان انت ترسم وتصمم الحاجات اللي احنا كنا بناخد كتير قوي عشان نرسمها مانيوال، وممكن غلطه واحده تضطر ان انت تقطع الورق وترسمه من اول وجديد والحاجات ديت. طيب ايه حكايه الارك؟ قوس بيديني اختيارات كتيره. لو انت عايز ترسم القوس مثلا اول نقطه وبعد كده ترسم سنتر الاند، لا ممكن تقول انا عايز الستارت سنتر انجل، عايز ارسم الستارت سنتر لينث، كل دي 3 بوينت مثلا هرسم اديله نقطه اثنين والنقطه الثالثه مثلا خليها هنا، هرسم القوس عادي. تمام، فكلها ما شاء الله سهله وبسيطه. ده السيركل الريكتانجل لو انا عايز ارسم ريكتانجل او بوليجن. الريكتانجل بديله او عايز ارسم مستطيل فبديله اول نقطه وليكن مثلا النقطه ديت وتاني نقطه اللي هي النقطه دي. تمام، فبيرسم لي المستطيل بتاعي. وممكن اكتب له الحاجه اللي انا عايزها، يعني اقول له مثلا دي اول نقطه، اقول له امشي كده مثلا اتنين ويمشي الناحية التانية تلاتة. أي مشي اتنين في الإكس وتلاتة في الواي
فترسم معايا المستطيل بتاعي.